مريم احمد محمود قبلاوي من الزيب. احنا عنا يعني رزق، كنا بقسمها البخشه، نزرع ونقلع ونروح ندي الصبايا، بدنا نزرع اليوم البصل، جيبوا لنا هذا نعزمن ونعمل، وبعد ما نخلص زرع يعملوا هالاكل، يعمل مجدرة رز، يعملوا هالسلطة وهذا، ياكلوا يتغدوا ويسحبوا حالهم يروحوا. وكنا كمان على البحر، كنا هيك وليدات انا الحق الصبايا على البحر كمان نسبح، وهذا نسبح بالليل لان الدنيا رايقه وخص القمر يوم اول الشهر، هي 5 شهر 10 شهر ننزل نسبح وهذا. كان بلدنا حلوه وفلسطين حلوه، كان شمات الهواء حلوه، العراس كمان فلسطين كمان العراس يقعد شي 7 ايام يعللوا ويعملوا يجيبوا هالذبايح يذبحوها ويزفوا العريس على البقباء. شوف البقباء بعيد يعني منيح مثل هون، وبدي اقول لك وفن العربي يزفوا العريس. ولك احنا نهريه قريبه علينا، نشوف عمود نهريه يقولوا يا عمود نهريه، هناك يزفوا العريس ونخلص ويبكوا هالشباب وينبسطوا ويعودوا نرجع. كان يعملوا هاي حداي من هون ومن هون، والعريس راكب على هالفرس. شو بدي اقول لك وشكله هالفرس، وكان عراسه حلوه وحداي وكل شيء كان. وكان العلم منها لا تشتري انت ليمون ولا انا اشتري ليمون، ولا حدا يشتري خرز ولا خضره. روحي تروح تساعدنا تاخذ خضرتك معك، تروح تساعدني على نقلة الليمون وعلى هذا، ياخذوا لك سلمة اللي بدك اياه. الزيتون ما حدا يشتري غرض، ما حدا يشتري شيء، كيلو زيتون ما يشتروا، كله هذا ببلاش. كنا احنا بلدنا كلها ارزاق وكلها بساتين وكلها سعاده، احنا ملاكي كلها، قليل ما عندوش ارض. يعني بديش اقول لك قد ما هذا. لما يصير ولد النبي نروح على عكا، نروح على عكا، كانت هيك اختي حسن لان انا اروح معاي كمان. مين تعكا؟ في اوضه، في أوضة بقلب البحر، على بعكة على المينا تفرج على الأوضة بقلب البحر، ولا شخطير وهالدنيا وهالحدا هالولاد الكشاف. في جامع بعكة في كساد إلها جنازير، جنازير بتشرب بتشرب ترجع الكاسة ما حلا، ما حدا يقول إشي إن هالكشاف ولا هذا. كان عز وسعادة كانت وملاكة والعالم عايشة أحلى عيشة. كنا نعمل عرش على الدهر، على دهر البيوت برمضان، رمضان على السطوح، ضلنا نصلي الصبح. العالم تناول بعضها البعض، كان عز والبحر والسمك، السمك اللي طلعوه بالسيب غريب، كانوا لما طلعوا من هالشخطورة هالسمك هيك قاموه على هالشط. احنا كنا قريبين على البحر، بعيد عنا البحر 200 اقرب من الشارع. بعد بدار الجمال هيك ننزل السمك يطلع فرجه. كان ابوي داخل بالبلديه، بالبلديه هو اسعد سليم، بالبلديه بالرمل ياخذ الرمل مش مثل هون هسه، وطلعوا السمك بالجان، طلعوا السمك. احنا كثير كانت عيشتنا حلوه بالزيب، حتى لو ضلينا مثل هالايام صارت مدينه الزيب. الرمل وسيع، كان كله عمار ودنيا وسعاده. بس طلعنا كنا ما كنا بالمدرسه، عملوا مدرسه ببلدنا، ما كانش في مدرسه يا البنات ولا غير الصبيان، واللي بنات اقلال البلد يفوتوا على المدرسه، هاي مدرسه الحديقه، يروحوا مدرسه كانت ناحيه الحاره. عملوا مدرسه مين؟ دار الخطيب اللي بيقربوا نفيسي، أو الخطيبة هذا، عملوا مدرسة يا البنات، مدرسة منيحة يعني. وأنا أجوا عيدوا البنات اللي أنا كنت، أنا دخلت شي أنجل 3 أشهر 4 أشهر، دخلنا بالمدرسة، مدرسة البنات، مدرسة الحديقة كانوا قلال البنات يعني، لا الله من طين ومش عارفين يدخلوا ولادي مع الصبيان. الحديقة نحيت بين البصة وبين الزين، هاي المدرسة. هاي المدرسة اللي عملوها البنات على البيادر، ده بيت الخطيب قالوا، ما يمكن بيت الخطيب، ما
بدي أيده يعني شيء. أنا أيدني أبوي وهالجيراننا وهذا. صار عنده مدرسة يعني، لو ضلينا اتمدنت الآن وصار في مدارس وفي دنيا ودين. دخلنا شيء 4 أشهر قبل قامت الأيام، ما تعلمنا شيء، ما تعلمنا أنجى 4 5 أشهر ولا في أنجى ولا كنا 5 مرات اللي تعلمنا من القراءة. على واي يقولون عزيب غير الزيب لا، شو بلد عز وسعادة ورزق ومال ومصر كمان لبالي كانت غير شكل هاي بلدنا. بيعملوا هالنزه، بيعملوا هالقهاوي، بيعملوا هالدنيا. احنا بلدنا حلوه شطيه وكلها مسابح وكلها دين ودين. هالمسبح اللي حد دار الجمال كلها صغر تقول برك البحر، برك تقول، ما تقول هذا بحر، تقول برك.